اسمع وافتح قلبك قبل أن تفتح أذنيك، فإن في هذا الحديث ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا عجبا للناس لو فكروا، يا عجبا للناس لو فكروا، حاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر. إذا لا بد من العمل والصدق والإخلاص والصبر والاحتساب، وإلا سنقول وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابيه، وأقول حزني إن أكن أوتيته بشماليه. وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابيه؟ وأحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية. تظن أن الموقف قد انتهى؟ إما إلى جنة وإما إلى نار. قال سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والفريق الآخر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين. نعم، الكلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنا وأنت كل مطالب باستشعار ذلك اليوم، أن تجعل ذلك اليوم معك في حركاتك وفي سكناتك، معك في كل حال من الأحوال. فلقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يربط الناس بذلك اليوم في كل حال من الأحوال. يدخل على أصحابه إذا هم يضحكون فيقول لهم: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. استشعار اليوم الآخر حرمهم لذيذ الطعام ولذيذ المنام، إنها مسؤولية الوقوف بين يدي الواحد القهار، إنها مسؤولية السؤال، إنها مسؤولية المصير عباد الله، إنها مسؤولية إما جنة وإما نار. هذا رجل منهم رضي الله عنه وأرضاه يستشعر آية عظيمة: لو تنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الرجل مضطجع على فخذ امرأته، الموقف موقف غفلة، ولكن الآخرة معهم في كل مكان، فيبكي وهو مضطجع على فخذ امرأته، فتبكي المؤمنة لا تدري لماذا يبكي. فلما سألت: ما الذي أبكاك؟ قال: واسمع ما قال يا صاحب القلب. قال: مر علي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها،
كان على ربك حتما مقضيا. تعال تعال نختم بهذه الصورة العظيمة، تعال نختم بهذه الصورة العظيمة التي في القرآن مثلها كثير. قال الله يخاطب الغافل والناسي والساهي والمنكر لذلك اليوم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي من ثم ننجي من ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يا صاحب القلب هل نحن منهم هل نحن منهم؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.